مشاهدينا الكرام مساء الخير. هذا اليوم دورة سحب قليلة على كامل البلاد، الحرارة القصوى تروحت ظهرا ما بين 15 إلى 19، سجلنا 18 بتونس العاصمة، وكما نشاهدوا من خلال صور القمر الاصطناعي بقية هذه الليلة إن شاء الله سحب قليلة على كامل البلاد، والوضع الجوي ملائم لظهور ضباب محلي في آخر الليل. الحرارة ليلا تتراوح ما بين 8 درجات إلى 12 بالمناطق الساحلية، وما بين درجتين إلى 6 بالمناطق الغربية. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله بعد تقشع الضباب المحلي في الصباح ستظهر سحب قليلة، الحرارة القصوى تكون في حدود 18 ببنزرت 19 بتونس العاصمة، بالوطن القبلي في حدود 17 بكل من قليبيا ونابل، 18 بزغوان، بالشمال الغربي 18 بباجة، 18 أيضا بطبرقة، بجندوبة 19، 17 بالكيف كذلك بسليانة، 16 بتالا و17 بالقصرين. بالنسبة للقيروان 19، بسوسة المنستير إلى المهدية 18 درجة سحب قليلة، وبسيدي بوزيد الحرارة في حدود 18 درجة، بمناطق الجنوب سحب عامة قليلة، 18 بصفاقس كذلك بجربة، 20 بمدنين، 17 بجابس، 16 درجة بجبسة، 17 بكل من قبلي وتوزر. بالنسبة لتطاوين 17 كذلك برمادة البرمة، لتصل إلى حدود 18 بأقصى الجنوب ببرج الخضر. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس تهب رياح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 20، تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة من يقارب 50 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب فمثر. بجهة خليج الحمامات ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة، ريح جنوبية غربية فجنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. على منطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة، ريح جنوبية غربية جنوبية شرقية من 10 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب. حالة الطقس بالنسبة لبعض المدن العربية والأوروبية، سحب قليلة بنواكشوط 30 درجة ظهرا، بأغادير 28 سحب قليلة أيضا بكل من مراكش الدار البيضاء والرباط، الحرارة في حدود 28-22 بتلمسان، سحب قليلة بالجزائر العاصمة وكذلك بعنابة 21، بطرابلس بعض السحب 17 درجة، سحب قليلة بطرابلس كذلك ببنغازي. بالنسبة لإسكندرية والقاهرة 20 درجة سحب قليلة، بالأماكن المقدسة 24 بالمدينة المنورة، 29 بجدة كذلك بمكة، سحب قليلة بالرياض، أمطار منتظرة بكل من مسقط أبو ظبي 21، بعض السحب بالدوحة المنامة إلى الكويت وبغداد 12، سحب قليلة بالقدس عمان دمشق إلى بيروت 20، 6 بأنقرة، 11 بأسطنبول، بعض السحب ببخارست 6 درجات، 15 بأثينا. بالنسبة لإيطاليا 17 بباليرمو، 17 أيضا بنابولي، 14 بروما، بعض السحب تكون كثيفة بميلانو 12 درجة، أمطار بميونيخ 13، ستراسبورغ بعض السحب 13، 11 باللوكسمبورغ مع أمطار أيضا، بأمستردام إلى باريس 14، بعض السحب باليوم مارسيليا تولوز برشلونة 18، سحب قليلة بمدريد فالنسيا إلى لشبونة وملقة 20 درجة. تطور الحالة الجوية للأيام القليلة القادمة، يوم الخميس إن شاء الله بعض السحب بأغلب الجهات، الريح تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ومعتدلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، الحرارة القصوى تتراوح ظهرا ما بين 18 إلى 22، تكون أقل في حدود 16 بالمرتفع. يوم الجمعة من المنتظر أن يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح تبقى من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، وثمة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. شروق الشمس بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و32 دقيقة، في حين غروبها على الساعة 5 مساء و21 دقيقة. أوقات الصلاة ليوم الغد إن شاء الله الصبح بداية من الساعة 5 صباحا و59 دقيقة، صلاة الظهر في حدود منتصف النهار و33 دقيقة، العصر على الساعة 3 بعد الزوال ودقيقة واحدة، المغرب على الساعة 5 مساء و23 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 6 مساء و53 دقيقة. كالعادة في الختام لمزيد من الإرشادات والمعلومات أمامكم رقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعض إرساليات قصيرة SMS على الرقم 85012. في ختام هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.